بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة، الحضور الكريم، تحية مباركة لحضرتك يا فندم على ورجال القوات المسلحة ولأسر الشهداء والمصابين على انتصارات مرور 50 عام على انتصارات أكتوبر المجيدة، وسلام على كل دماء سالت وعلى كل روحة فاضت إلى ربها دفاعا وتأمينا لهذا الوطن الحبيب.